الزبدة شو بعد جيلنا يا ابو سعد؟ الزبدة ديري بالك من الزبدة. الزبدة عبارة عن نص قالب، النص قالب اللي هما هذه واحدة أنا مكورتهم يعني مجملتهم ثنتين، هذه ثلاث أربع خمس ست، هذه نص قالب زبدة، نص قالب زبدة تنفرك بالإيد طبعا لينة، شوفوا الزبدة شلون لينة، هذه الزبدة تنفرك بالإيد، خلوها تبلق في كل العينة، خلوها تفرك مع العينة. أنا ما حطيت السمسم لأن السمسم راح أحطه بالوي. هذه عينتنا صارت من أروع ما يكون. شنو أحط الحين؟ أحط الخميرة اللي ويا الشكر، بعدين أبي أصب ماي، تصب لي ماي أبو سعد تقريبا أول شيء حط لي ثلث كوب، بعدين أنا أشوف حط لي ثلث أي كله، وبعد شوية أنا أقول لك إذا محتاجة يبين حسب الزوجة أي بعد شوية بعد ثلث أي هو الماي ترى أنا كاتبة نص كوب بس حسب ما ترونه مناسب يعني، بس أصبر جربي أي ليش؟ لأني أنا بالخميرة حطيت بعد شوية ملح بعد شوي. زين أم أحمد كنا شفنا نعم كلها خلاص. نعم. يعني ودنا ننوه حق الإخوان المشاهدين يعني. ألا. إحنا هني نعرض بالصوت والصورة. إيه. ونعرض المقادير. إيه. زين. أحسن لهم يشوفونا بدل ما يطلبون من عندي أنا يعني يكتبوا لي مثلاً بالتويتر أو بالفيسبوك أو حتى في الإنستغرام الحين. نبي الوصفة. فعلاً أنا. المشاهدة يا جماعة في المشاهدة في البرنامج أفضل لكم وايد من نتفة ورقة تنكتب ويعني بدون شرح بدون مشاهدة بعدين يعني مو كل شيء الحين لما تجي الكاميرا إيه لما تجي الكاميرا على إيد أم أحمد هاي شلون بالله أكتبها لكم تفر إيدك كذي وبعدين تحط إيدك كذي والليونة واللزوجة لازم تشوفونها بعينكم وايد أفضل لكم بالضبط. من إن أكتب لك الوصفة أو أكتب لك الوصفة في شو اسمه في 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 يعني نوتة صغيرة وادزها كأني بريت ذمتي بالضبط. الواحد يعني من باب الأمانة ما ودي يكتب وصفة عشان مثل ما تقول يعني بس يسكت اللي قدامه، الواحد يبي المصلحة للكل. إيه وبعدين يعني لما يقولوا لك نبي هالوصفة تخلص منها تقول بعد هذه ترى والله العظيم يعني فعلًا ما عندنا وقت والله، ولا تستاهلون كل خير، ودنا نعلمكم كل الوصفات لو ما نعلمكم. أفضل وسيلة التلفزيون يعني وايد أفضل وسيلة إن أنا راح أحطها يشوفونك بالضبط يعني بالضبط. الحين راح أحطها راح أغلفها بس أغسل إيدي وأغلفها ببلاستيك وأخليها تخمر، لازم تخمر. هذه اللزوجات هي لها يقدر المخرج يشوف نسبة اللزوجة مالتها طراوتها كذيها ما تلصق كذي. اي وايد حلوة وايد جميلة صراحة. نشيل شغلنا عشان بعدين نسوي برز. اي لا هذه أبيها عطيني اياهم هذول أرد أسكرها بالبلاستيك. خليني أساعدك سكرها سحبي. لازم تخمر لو شيء بسيط يعني مو شرط تخمر تخمير كامل مثل الصمون والبيتزا. هذه كذي تخمرت راح أخليها بحرارة الجو وحرارة الليتات اللي عندي الغرفة. أي أكيد راح تتخمر. أرفع شغلي. أي أبو سعد. أوكي. الحين أنا بس أبي تشيك على هذه. إيه. شوفي شلون الروائح طلي عليها محمد. حلاوتها. والسوائل اللي نزلت. صدق ريحتها نفس ريحة الورق عنب. لأن بهارات الورق عنب. بهارات مع اللومي مع النعناع. إيه واللومي معطيها شيء. بس الحين راح أحط العيش عليها. والسوائل اللي هني راح تكمل
على العيش. قلت لك شخلي بسرعه. السوائل راح تكمل على العيش وتنضي الديايه تحت، راح تصير الديايه كانها الديايه راح تصير كانها في جدر ضغط لان كابت كاتم عليها العيش والبخار. اي ساعديني هني لحظه بس شوي، بس اقلب العيش افله. يلا ترش عليه اي دهنه من فوق ولا شيء؟ لا لا، العيش انا فايحه معاه شويه دهن. أي؟ وتحت في دهن وايد. اي ما يحتاج. هذا كله راح الحين الزعفران. أي؟ راح اخذه كذي، شوفوا منظره شلون يصير حلو الحين. انزله كذي مكسر. أي؟ وبعدين راح تطلع صبغته شوي زياده. هذا شنو؟ هذا لك ولا حق؟ هذا اي ماي ورد. هذا اي ماي ورد. راح بعد ارشه ماي ورد كذي براحه ايدي. تاكدت انه ماي ورد؟ اكيد انا اللي حاطه. ادري لان ذيك المره خل التسجيل. لا لا انا ومنيره الحاي حاطين خل. هي خل انا خل وهي جزمه، عشان تقوم انت كنت الخل بدل ماي ورد. لا لا الحين هذا ماي ورد. صار عندي ماي ورد اكيد، وريحتي ريحه ايدي عطر حلو. هذا الحين بس انا خلصت يعني. اي بس باقي انتظره يستوي. وام احمد عندنا ايضا ننتظر هذه تخمر. اي ناخذ فاصل. اي نطلع فاصل الحين احسن. كنا في اتصال عندنا. لا لا فاصل فاصل فاصل. ايه ناخذ فاصل على ناخذ فاصل على السريع ونرجع. اي ون شو اسمه رجعنا لكم يا جماعه عقب الفاصل. وطبعا الخميره تحتاج وقت، فاصلنا كان قصير. اي فعندي انا هني العيش ودي اوريكم شكله، واذا بعد بالميكروفون نسمع صوت اي والله بالميكروفون تك تك. اي صوته جميل، موسيقى تحت. انا ودي اسوي لك معبوش على ما خلينا نسوي المعبيكه. يلا عليك نور. صح يلا. هذا عندنا فلفل وكزبره محموسه. وين الخل اللي حسبالك ماي ورد؟ خل عشان كذي انا خفت من اللون. خل وعندي ثوم. الثوم والانجريدينت الجديد اللي هو هذا الكزبره الحب الجديد علينا الخل. والخل طبعا الخل ايضا. متاكده خل؟ متاكده. بس وخلينا ندق بس اخذ فوطه. يلا هذه عشان الصوت. ايه وعشان حتى يعني. اي زين تكت لي هذا انا ادقه اول بسحن لي هذا. اي بنفل هذا طبعا حامسين احنا. اي محموسه بس دقيقه ابي اشوف الكميه. بس احنا نبي خشن بس دائما اذا بتزقونه كذي اذا بتحس لازم اي سحنوه سحان بالطريقة هذه. نعم. هذه أضبط شيء حق شو اسمه الفلفل. حق لا حق يعني حق إن تسبونه خشن. يعني نقول بالكويتي مفضوخ فاضخينه. إيه فاضخينه. أيوة. لأن إذا دقيناه ما راح يصير كذي. الله يريحته. لأن حميس محموس. جنن إيه. إيه. الحين. نزل شوية. حط لي. فلفل هذا بس. أول بعين شوية وياه. ترى يا جماعة المعابيج بحر. إيه؟ كل من عنده صدق ما حطينا ملح. نبي ملح مو مشكلة. يجيب لك كل من عنده الطريقة خلطته هو. إيه؟ أنا أحط بعد ساعة معجون طماط.
في معجون طماط، في يحطون في ناريل في الطريقه الهنديه، الناريل مع الخضر. في ناس يحطون المانجا الخضراء، اي، وفي ناس يحطون. ايش رايك نسوي لهم يوم شتني اشار المانجا؟ شتني، اي اشار المانجا. فكره ان شاء الله القى مانجا خضراء بس، لان مانجا اليابسه وخضراء. انا اجيب لك، انا اجيب بس ذكريني وانا اجيب. اوكي انا عفطري وانا اسوي لهم عفطري. اللي يهونون على البطول. اي والله والله من حالاته. ها الحين يا دور الثوم وشويه اي وشويه ملحه لا تنسونها. اجيب لك الملح. الله تبين ريحه الحين بسرعه. وين مربينك لذاك اليوم؟ ها ولد عمي. ناس وايد عجب، ناس وايد عجبهم البرياني الربيان اللي سويته. وايد وايد حتى انا قالوا الحين اطلقوا علي شو اسمه، والله ودي اتكلم عن هالنقطه، اطلقوا علي ملك الربيان، لان كل الوصفات اللي قدم اغلبها اللي في الشاهد اللي قدمتها. خلي يشوفونها ابو سعد شلون وصل. بس بشوف بالقفشه ريحته عجيب. ريحته والله ريحته جميله والله. اي والله باجي لنا الخل ما حطيناه. شوف شكله، شوف شكله. الكاميرا تصيده هذا شكله ينن. هذا اللي يقولون عنه شراقي. اي شراقي صدق. فيعني انا مو قاعد اقدم بس ربيان في الشاهد، لانه هني الوقت شويه يضايق، يعني يبي لك تجهز كذا مرحله جاهزه علشان توري. ولا انا عندي باللحوم بحر، وعندي بالدياي بحر، وبالسمك بحر، لكن الربيان هو اللي يعني عاد المرحله فتره الشرح على فتره الطبخ، يعني موزونه على زمن الساعه هذه مالتنا. كم ايش كثر عاد انا ما ادري. خليني بس انا اشوف كذي بالقشه. خل هذا من نحط منه يتكحكح. اي مع الفلفل يكحكح. جربي كذي واحده بس قفشه، ما نبي يصير. اعتقد كافي. اي اعتقد واحده كافي. أي لان احنا ما حطينا وايد. في ناس المعبوش يطبخونه. انا اطبخها. اي تذكر في الحلقات الاولى اللي طبخناه مع زيت الزيتون. ايوه حمست الكزبر وياه. أيوة وبعدين طبخته في وايد وكثرت منه الكزبره فريش وياه. بس كافي. عجيب. اخلطه، اغسل يدي انا عشان الحل الشغل. انا بشوف بس طلعت ريحته جميله ام احمد هني. ها ريحته جميله. ينن الحين لا نكت. الله وين الخبزه الايرانيه الحاره؟ لا لا شمي شمي ريحته ام احمد، وايد خيالي جميل. جميل جدا. يلا يما وين مطبقك؟ بس انا اشيل هذول الحين. ايه دشي على العجينة. ده شويها استوت ولا بعد؟ لا زينة خلاص ريحت. أنا كذي كذي مسوية. أوكي. بس بعد مبينة إنها ريحت. شوف ريحت معاي. بس أنا أمشي المكان. ريحت زين؟ أمشي المكان أنشفه لأن لازم ناشف. إيه ريحت زين. زين. هو طبعاً نطروها بعد في البيوت، أبيكم تنطرونها بعد. تاخذ وقت اكثر. خلوها ترتاح، كل ما ارتاحت كل ما تعطيك تصير ناشفه اكثر. اول شيء دربحوها مثل الحيه كذي. شوفوا شلون ناعمه ودسومتها خفيفه جدا، يعني مو زياده، مو دسمه زود. ابي سكين الله لا يهينك يا ابو سعد. مع ان هالكلمه يقولون منهي عنها. سمعتني ابو سعد؟ ما اسمع. شلون شلون؟ ابي سكين. سكينه؟ الله لا يهينك منهي عن هالكلمه هذه، يقولون مو زينه لان طبعا الله. زيد زيد ابو محمد بعد ليش؟ في ما المشرشفه احسن مالت الخبز. هذه تنزل سيده مالت الخبز. لا لا زينه. هاي تنزل. قصوها يعني الحجم اللي تحسون انهم متساوين. تيبون الصينيه دائما انا علمتكم ان الصواني تدهنون دهنه شويه تلزقون فيها الورقه المشمع، لان هذه الورقه دائما تقي الكيكه البسكوت اي نوع من المخبوزات يعني توقيها ما تحترق. سوونها حياية طوال وضعاف، لأنها هي بعد راح تنفش فيها كمية من الخميرة،
فراح تنفش معانا. هات هاتون.